ضغط ناجح في الأمام، تدخلان على حمل الكرة، مهارة كبيرة في المرور مع تفادي تدخل الخصم في هذه الكرة، فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات، المساحة أمامه في هذه اللحظات، كرة هدف في هذه اللحظات، أوهو هذا اللي نقول عنه أسهل هدف في العالم، المرمى خالي والكرة في الشباك. مثل هذه الكرات حلم لأي لاعب أمام المرمى، أن يكون المرمى خالي أمامه وبدون أي مجهود يذكر يضع الكرة في المرمى، هدف مضمون بنسبة 100%. وضع صعب جدا بالنسبة للمدرب في هذه اللحظات، يشاهد فريقه حاجز تماما وغير قادر على العودة. شوط أول ينتهي الآن والنتيجة 3-0. نعود مع شوط المباراة الثاني وبرشلونة متأخر في النتيجة. فرصة الواحد على واحد الآن، فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. ضاعت الكرة، ميسي يتقدم، ميسي ينطلق بالكرة، فرصة تنتهي والكرة مع الفريق الخصم. أوهو كرة خطيرة، وبتضيع الكرة، الحكم يعطي الأفضلية لبرشلونة، تدخل غير قانوني من وجهة نظر الحكم، قد نشاهد